طيب، محاضرة النهاردة هتتكلم عن الـ Image Restoration. طبعا ايه هي الـ Image Restoration؟ احنا لما كنا مثلا بنعمل الـ Image Enhancement، كنت باجي في مرة من المرات كده بعمل بلورنج مثلا. ممكن البلورنج اللي انا بعمله ده يكون بلورنج خفيف، ما يأثرش على معنى الـ Image خالص، وممكن اعمل بلورنج بحيث الـ Image ملامحها ما تبقاش ظاهرة. فلو انا عملت Image بلورنج والايمج لقيتها مش واضحه، فعايزه اعمل العمليه العكسيه وان انا اعمل ريستوريشن، يعني عايزه ارجع تاني للصوره الاصليه، باسيوم طبعا ان الصوره الاصليه مش معايا، ان انا لو معايا كان خلاص مش لازم اعمل العمليه العكسيه. فلو انا بس مش معايا غير بلورد فيرجن وعايزه جيفن بلورد فيرجن دي او الديجريدد فيرجن او الفيرجن اللي هي فيها مشكله، جيفن الايمج دي بس عايزه اعمل ريستور وارجع للنسخه الاصليه وارجع للايمج العاديه من غير بلورنج. طبعا هو في الواقع مش هينفع ارجع لنفس النسخه، ممكن يعني ارجع قريبه منها. هنلاقي طبعا احنا عندنا اف اكس واي وعندنا اف هات اوف اكس واي. اف هات دي او الاف داش دي اللي هي انا هرجع لك الايمج الاصليه عادي، بس هتبقى ايه، مش بالظبط قوي يعني. طيب، واحنا بنتطرق للايمج ريستوريشن نعرف بقى ايه هي انواع الحاجات اللي ممكن تعمل ديجراديشن للايمج، الحاجات اللي ممكن تاثر على الايمج. انا قلت بلورنج، ممكن الاقي انواع نويز معينه تبقى موجوده على الايمج. اعرف ازاي ممكن اشيل الحاجات دي في السبيشال دومين، ممكن اشيلها في الفريكوانس دومين. تمام. طيب، هو هنا بيقول لي الايمج كان بي ديجريد باي ان انا ممكن اضيف نويز وممكن اعمل بلورينج وممكن اعمل ديستورشن او ارتيفاكتس. ان جنرال يعني الايمج ديجريديشن بيحصل في اي ستيب من الستيبس دي او اي مرحله من المراحل دي، يا اما اثناء ما انت بتلقط الصوره اصلا، الكاميرا بتاعتك ممكن حصل موشن اثناء الكاميرا او موشن للاوبجكت فالصوره ما اتلقطتش بشكل ستيبل، او الايمج بروسيسنج اثناء ما انت شغال عملت اللي هو بلورنج او حاجه، او الايمج ستورج الصوره نفسها لما سيفت مثلا في مينيمم في عدد بيتس اقل فالتفاصيل بتاعتها ما بقتش ظاهره، او حتى اثناء الترانسميشن ممكن يكون سم بيكسل فاليوز ار لوستد دورينج الترانسميشن. ده الايمج ديجريديشن ممكن يحصل في اي مرحله من المراحل. طيب، فهو الهدف من الايمج ريستوريشن ان انا بريتريف الاوريجينال ايمج و بريتريف از بريتريف ايمج از كلوز از ذا اوريجينال ايمج، مش نفس الايمج الاصلي. فانا بحاول اريموف او مينيمايز الديجريديشن الحاجه اللي حصلت في الايمج. طيب، انواع الديجريديشن او ايه الحاجات اللي ممكن تاثر في الصوره، يا اما يبقى نويز، يا اما بعمل بلورنج، يا اما بعمل ارتفاكتس. النويز دي انت لما بيكون عندك بيكسل او ايمج وتيجي تضيف نويز زي ما احنا خدنا قبل كده، ممكن تلاقي النويز فيها ان الايمج فيها سالت نويز او بيبر نويز، اللي هو في حاجات نقط بيضاء كده موجوده كتير، دي اسمها نويز. فبتيجي ان انت ساعات بتضيف بيكسل فاليوز بشكل عشوائي، بشكل يعني راندوم فاليوز اوف البيكسلز بتضيفها على الايمج، وبالتالي الايمج ما بتبقاش بيور او ما بتبقاش بشكلها الاصلي، فانت بتضيف نويز. ممكن تضيف نويز وممكن النويز دي تيجي نتيجه مش لازم تبقى اديشن، ممكن تبقى مالتيبليكيشن او اي حاجه تانيه او حتى كونفوليوشن. فدي النويز. النويز دي كتير، في منها انواع كتيره طبعا، في جاوسيان نويز، في اكسبوننشال نويز وهكذا، هنخش في التفاصيل بعد شويه. النوع التاني اللي هو البلورينج، ان انت ممكن تبقى بتعمل مالتيبليكيشن او يعني ممكن تعمل اديشن او مالتيبليكيشن هنا، وهنا ممكن تعمل كونفوليوشن وتعمل كونفوليوشن، وبالتالي التفاصيل بتاعة الصورة خلاص ايه، تبقى تختفي او تبقاش موجودة. تمام. طيب، الارتفاكتس دي اللي هو انت ما عملتش حاجة للصورة، انت وانت بتصورها فجأة لقيت ان الصورة اتحركت، فانت جيت تلقطها، اللحظة اللي انت لقطت فيها كانت حصل موشن، فالايمج جاية لك اصلا كأنها متشفتة، وبالتالي الصورة مش تبقى مش موجودة، يعني الصورة تبقى قدامك يعني كأن مستحيل إن أنا أقدر أرجع للصورة الأصلية، لأن هي meaningless، يعني مش واضح أصلا كان هي فيها إيه. طيب، طبعا إحنا كنا خدنا صورة زي كده، إن أنا ممكن يبقى عندي صورة زي كده وأرجع بدي باستخدام الفريكوانس دومين، ولكن إحنا عايزين نميز قوي ما بين إن أنا بعمل image enhancement و image restoration. الفرق بين الاتنين
ان الايمج انهانسمنت مش كريتيكال اوبريشن، مش اوبريشن او مش تاسك حيويه، ولكن الريستوريشن تاسك حيويه، يعني مهمه جدا ان انا لازم الايمج اول ما اشتغل لازم اعملها ريستوريشن في حاله ان هي محتاجه تو بي ريستورد يعني. طيب ففي فرق طبعا ما بين الايمج ريستوريشن، وفي فرق برضو بين الايمج بري بروسيسنج. الايمج بري بروسيسنج هو ان الايمج جايه لك انت مالكش دعوه باللي جواها، مش مهتم اصلا اللي جواها ايه، انت مهتم بالشكلها، عايز تعمل لها ريسايز، عايز تحولها من ار جي بي لجراي، عايز تعمل لها اي فورمات، تخليها من 2 دي تخليها 1 دي، بتغير الشكل الانبوت بتاعك بقى شكله مختلف عشان يتلائم مع السيستم او البروجرام اللي انت بتشتغل بيه، ده اسمه بري بروسيسنج. ماليش دعوه الايمج اللي جوه ايه، ممكن تكون الشكل اللي جوه شكل القطه، ممكن تكون شكل الكلب، ممكن تكون الصوره دي كلير او مش كلير، مش فارق معايا، انا بعمل بري بروسيسنج يعني بجهز الصوره انها تبدا ايه تشتغل السيستم. ايمج انهانسمنت ان انت عايز تخش جوه الصوره وتشوف، وبصيت جواها لقيت ان هي فيها حاجه، انا عايز اعمل شاربنج، عايز اخليها تنور اكتر، عايز اعمل لها كونتراست ستريتشنج، عايز اعمل حاجه يعني، دي حاجه كده ايه سبجكتيف يعني، حاجه بتختلف من شخص لشخص. ولكن الايمج ريستوريشن هي حاجه اوبجكتيف يعني، حاجه موضوعيه او حاجه ليها هدف كريتيكال. اذا انا مش هعرف اشتغل اصلا على الصوره كده، مش هينفع، مش ان انا مثلا ممكن يبقى في ديبيت، حد يبص على الصوره لقاها كلير وواحد يقول لي لا انا عايز اعمل لها شاربنج، لكن الريستوريشن هي لازم اعمل لها ريستوريشن، فهي دي الاختلاف. وطبعا باختلاف الانبوت والاوتبوت، الايمج بتبقى جالي حاجه وانا بطلع حاجه، لكن الايمج ريستوريشن يعني الايمج اصلا بتبقى جالي كانبوت ديجريدد، يعني هي ممكن ما تبقاش فيها تفاصيل او تفاصيل مش واضحه، ففي اختلاف طبعا ما بين الاثنين. بس بص كده، في اختلاف ما بين الايمج انها الايمج انهانسمنت والايمج ريستوريشن، دي سبجكتيف بروسيس يعني حاجه مش كريتيكال يعني، كل واحد هو وجهه نظره، ودي اوبجكتيف، ودي بضطر ان انا ابدا اشوف في الريستوريشن عايز اعرف هو ايه اللي كان حاصل عشان ابدا اعمل الانفرس اوبريشن بتاعته، فبريكواير ات ريكوايرز موديلنج الديجراديشن، لازم اعرف ايه الديجراديشن اللي حصل ده كان ايه، ايه اللي كان اتضاف عشان ابدا اعمل العكس بتاعه. في الجوريزمز ويل ديفايند للريستوريشن، ولكن الخطوات بتاعتها بتبقى مور كومبلكس، مش زي الايه الانهانسمنت اوبريشن بتبقى مور سيمبل. اوكي طبعا دي بتنكلود، بس انا بعمل هنا موديلنج ديجريديشن، لكن انا بتنكلود ان انا بعدل برايتنس، بعدل كونتراست، بعمل شاربنس شاربنينج للصوره، او حاجات بتبقى في الكوسماتكس يعني، حاجات بتبقى جماليه بس للصوره. تمام دي بس اللي هو بس هنت كده ان في فرق ما بين الايمج ريستوريشن والايمج انهانسمنت. طيب الدنيا بتمشي ازاي، او الخطوات نتخيل بس الدنيا ماشيه ازاي. عندي بيكون ايمج، ممكن اكون ضربتها في فلتر، وممكن اكون ضفت عليها نويز، فالستيب دي كلها بتبقى اسمها ديجراديشن. انا بيتكون لي ايمج اسمها جي اوف اكس، بتكون عباره عن ان اف اكس عملت لها كونفوليوشن مع فلتر، وضفت نويز، يعني ممكن اعمل كونفوليوشن او اضيف، هيديني في الاخر الايمج الاصلي. تمام طيب الايمج الاصليه دي يعني الايمج سوري الايمج اللي هي ايه حصلها ديجراديشن يعني، او الديجريدد فيرجن من الايمج، بعمل انا بقى في الجي اوف اكس ببقى عايز اعمل لها ريستوريشن، عايز اعمل لها ريستوريشن، بعمل ايه، بضربها في الريستوريشن، بضربها بقى بعمل لها كونفوليوشن وات ايفر، بس بيكون فينا ريستوريشن ايه اوبريشن تنتج لي في الاخر الاف ايه الافهات، او النسخه اللي هي قريبه من الايمج الاصليه، ما بقولش عليها اف لان طبعا بيبقى صعب قوي ان انا ارجع للاف الاصليه. دي النوتيشنز، الاف اكس الاوريجينال ايمج، الاتش اللي هي الديجريديشن فانكشن، الجي ديجريديت ايمج، والان اللي هي النويز اللي انا بضيفها. تمام الديجريديشن بيبدا اثناء ما انا باكواير الايمج، اول ما باجي القط الصوره او بيبقى عندي في الاخر الصوره، هي دي بيحصل الديجريديشن، يا اما اثناء التصوير يا اما اثناء يعني بعد ما حصلت عليه، اثناء ما انا بحصل عليه. طيب طبعا احنا قلنا ان الايمج دي ممكن يبقى عندك الايمج انت ضفت عليها نويز، ضفت عليها بيكسل راندم كده، فبنسميها النويز اللي ضفت اسمها اديتيف نويز، نويز اتضافت
طبعا انا ممكن النويز تبقى حاجات كتيره غير ان هي تبقى اديتيف، بس احنا وي ار دايما هنبقى شغالين في السبيشال دومين مع الاديتيف نويز، بس مش هنبقى انترستد بالنويز اللي بتبقى جايه نتيجه الكونفوليوشن او حتى مالتيبليكيشن او اي حاجه. تمام. بس دي عامه الانواع اللي ممكن تحصل لي. انت الايمج بتاعتك او الايمج ممكن اضيف عليها نويز فيتكون لي جي اوف اكس، او ان انا ممكن اعمل لها فلترنج عشان اعمل بلورنج، فالبلورنج طبعا برضو بيأثر في الصوره، بيعمل ديجريديشن فطلع الجي اوف اكس. طب لو انا عملت الاثنين هيتكون لي اوف اكس كونفوليوشن مع الاتش اوف اكس، وبعد كده بجمع الان او النويز بتاعتي بيديني في الاخر الجي اوف اكس، دي اسمها ديجريدد ايمج اوف ال ديجريدد فيرجن اوف الايمج. طيب مش هقدر اعمل موديلنج لللينير بلورنج، او مش هقدر اعكس البلورنج في السبيشال دومين، لكن هقدر اعمل الغي الاديتيف نويز. يعني مش هقدر اعمل العمليه العكسيه بتاعت الكونفوليوشن. يعني انا دلوقتي عشان عندي الاف اكس عملت لك كونفوليوشن على الاتش اف اكس وجالي الجي اف اكس، عايز ارجع بقى من الجي اف اكس ترجع كده، يبقى المفروض اعمل عكس العمليه بتاعت الكونفوليوشن. مش هعرف السبيشال دومين. لكن في الفريكونس دومين اقدر اعمل حاجه زي كده. انت ما عندي اصلا الاف كابتر مضروبه في الاتش اف اكس، مضروبه في الاتش اف اكس، فلو قسمت على الاتش اف اكس خلاص يبقى انا كده اقدر اجيب الاف. تمام. هنا الاديتيف نويز بلس ممكن اطرحها مثلا. فدي الفكره، دي العمليه العكسيه يعني. فده ان جنرال ده الديجريديشن موديل، ان انت ممكن اعمل كومبليشن وممكن اعمل اديشن. ده طبعا شكل الدنيا في الفريكونس دومين. لو انت بتعمل فلترنج فانت بتضرب، ولو انت بتعمل نويز فانت بتجمع. لو عايز توصل لدي هتعمل ايه؟ هنعملها بالماس عادي خالص. الاف الكابيتال عباره عن الجي اوف يو او في على الاتش اوف في اتش يو في ماينس الان على الاتش. يعني نتخيل بس ان الريستوريشن دي كاني باستيميت الاف الجديده بشكل ماثيماتيكال. طيب فلو انا هنا في السبيشال دومين فانا عايز اشيل الترم ده بس، ماليش دعوه بده، حتى لو الايمج جات لي كانت حصل لها كونفوليوشن ما حصل لها بلورنج، انا مش هقدر ارجع البلورنج في السبيشال دومين. انا الايمج جايالي انا بقدر بس اشيل النويز to remove this part of the degradation model بستخدم ال special domain. تمام. طبعا ال noise في منها انواع كتيره خالص، مش هنقدر طبعا ان احنا ناخدهم كلهم، بس الفكره بس ان احنا نعرف ان في additive noise وفي multiplication multiplicative noise في Gaussian noise. طبعا ال additive noise ان انت البكسل بتضيف عليها value طبعا بشكل عشوائي، يعني مش كل البكسلز بتضيف عليها، انت بتضيف بشكل عشوائي. ممكن مالتيبليكيتيف البكسل نفسها بضربها في ايه؟ في فاكتور او في فاريبل. الجاوسيان نويز ان انت يعني بتبقى عايز تقول ان انا ايه، انا هضيف نويز، بس النويز دي هتضاف بشكل ديستريبيوتد نورمالي، ان انا مش هحطها بشكل عشوائي اللي هو انا مش ببقى عارف هي بتيجي امتى ولا بتحط فين. لا هقول جاوسن يعني الاقيها دايما مثلا بتحط في ايه؟ في نص الفلتر. يعني طبعا الجاوسن ديستريبيوشن، الديستريبيوشن بتاع الجاوسن حاجه عامله زي كده، حاجه عامله زي كده. فانت لو انت معاك ريجون او فلتر انا ببدا احط بالاحتمالات دي ان النويز هتحط دايما في الايه، او بنسبه كبيره، نسبه 70% في الريجون دي اللي هي ما بين الميو والستاندرد ديفيشن، وهتبقى 70% في الميو والماينس ال2 ستاندرد ديفيشن. تمام. هنرجع لها دلوقتي برضه تاني، بس عامة أنا لازم أعرف إن النويز عندي أنواع كتيرة بتختلف على حسب أنت جبت النويز دي منين. جبت بيزد أون النيتشر، ولا بيزد أون السورس بتاعي، ولا بيزد أون الكورليشن، ولا الديستريبيوشن. ففي أنواع كتيرة، فدي أنواع النويز. أوكي. طيب أنا دلوقتي مبدئيا بعرف إزاي إن أنا الإيمج بتاعتي فيها نويز. في طبعا ثلاث طرق اساسيين، يا اما باي اوبزرفيشن، انت بس مجرد ما تبص للصوره كده تقول ايه دي متضاف عليها سالت نويز، او متضاف عليها بيبر نويز.
انت باي اوبزرفيشن او باي اكسبيرمنتيشن، انت بتقعد تجرب وتقعد تشوف النويز دي الديستريبيوشن بتاعها شكله عامل ايه بالظبط، زي الجاوسيان ولا زي الاكسبوننشال ولا زي ايه بالظبط. بتقعد تجرب عشان تبدا تشوف، تقدر تفهم. انت مش فاهم، انت ما قدرتش تعرف بالاوبزرفيشن، هتقدر تعملها بالاكسبيرمنتيشن. تقعد تجرب كتير لغايه لما تشوف ان البيكسلز دي متوزعه بشكل معين، والشكل ده هو ولنفرض الجاوسي. تمام. الاستيميشن باي موديلنج ده بيكون مور كومبلكس شويه، تضطر ان انت هنا بالاكسبيرمنتيشن انت مثلا عايز تشوف النويز دي اللي محطوطه على شكل جاوسيوم مثلا، على شكل مش عارف ايه، النويز معروفه يعني. لكن موديلنج انت، ما هي اصلا النويز ملهاش شكل محدد معروف ماثيماتيكال، فانت بتعمل لها موديل اصلا وتقول النويز دي متوزعه بشكل معين، بشكل ده انت اللي بتجيب الايكويشنز بتاعته. تمام. ده اللي هو ازاي بقدر اعرف النويز بتاعتي. لازم اعرف النويز بتاعتي موجوده ازاي، يا اما بعمل استيميشن باي اوبزرفيشن او اكسبيرمنتيشن او موديلنج. طيب اللي هناخده دلوقتي اللي هو باي اوبزرفيشن، هبدا اعمل حاجه وفي الاخر اكتشف ان النويز اللي متضافه دي نوع من انواع الحاجات المعروفه. تمام. دول هيبقى يعني ممكن يظهروا اكتر في الفريكوانس دومين، فهنشوف طبعا مع السلايدز. هو بس حب يدينا نوعين معينين من النويز، عشان بس احنا قلنا طبعا هو في انواع كتيره وما اتكلمناش عليهم، فهنتكلم عن الاديتيف نويز. النويز دي البيكسل بتضاف عليها بيكسل فاليو تاني، اديتيف نويز. تمام. وهنا البيكسل بيتضرب فيها بيكسل تاني، يعني مثلا it can be modeled as pixel value multiplied by a random value، يعني ان البيكسل بتضرب في ايه، في random value. دي اللي هي الحاجات البسيطة بتاعت النويز. طيب ايه هي النويز دي بقى؟ يعني انا عمال اقول انواع النويز، بس ايه هي النويز؟ النويز دي عبارة عن random variable، random variable، ولكن هو مش راندم بشكل عشوائي معين. لا، انا بحاول ان انا اقرب الراندم فاريبل ده بيتوزع بشكل ايه، فببدا اشوف ال probability distribution بتاع الراندم ده اتوزع بشكل عامل ازاي. يعني هل هو اتوزع بشكل نورمال، اتوزع بشكل يونيفورم، اتوزع بشكل اكسبوننشال، يعني هل هو عنده بينحاز الى البيكسلز اللي بتكون في الريجون، البيكسلز الصغيرة ولا البيكسلز الكبيرة، ولا بتوزع في النص، ولا بتوزع يعني ازاي. فالنويز is a fluctuation in pixel values and it is characterized by random variable. و a random variable probability distribution is an equation that links the value of the statistical result with its probability of occurrence. يعني عادة ما احنا بنستخدم ال probability عشان نبدأ نشوف ال random variable بتاعي ده يعني اتضاف ازاي، اتضاف بشكل راندم راندم ولا راندم ديستريبيوتد بشكل يونيفورم مثلا. طيب لحظة واحدة. طبعا احنا اتفقنا ان احنا لو في السبيشال دومين هحاول ان انا اتعامل مع النويز اللي هي ايه، اداتيف، بس مش هتعامل مع النويز اللي هي جات نتيجه الكونفوليوشن مثلا. طيب الدنيا تمشي ازاي؟
لازم الأول أبدأ أشوف النويز مودلز، يعني إيه هي الأشكال اللي ممكن النويز تتوزع بيها. لو أنا قلت إن أنا النويز بتاعتي دي متوزعة بشكل جاوسيان، فتخيل إن هي تبقى بالمنظر ده، يعني هيبقى معاك ريجون مثلا اللي 3 في 3 بتاعتنا، الفلتر بتاعنا 3 في 3، هتلاقي إن البيكسل، وتجيب بقى المين وتجيب ستاندرد ديفيشن بتاع كل الفاليوز الموجودة في البوكس ده، هتلاقي ان احتمال ان النويز تكون موجوده فين؟ موجوده في الريجون دي، في البيكسلز اللي هي ما بين الميو ماينس الستاندرد ديفيشن والميو بلس الستاندرد ديفيشن، فتلاقيها موجوده في الايه؟ في البيكسلز اللي في النص. تمام؟ دي فكره النويز موديل. وهو يعتبر بيحاكي الافريج، كاني عملت افريجنج للبيكسلز وحطيت البيكسل فين؟ في النقطه اللي هي الافريج. تمام؟ يعني حطيت النويز عند النقطة الافرج. اوكي؟ طيب طبعا في برضه نويز موديل تاني اللي هي سالت اند بيبر. انت ممكن اضيف ممكن اضيف بيكسل فاليو تبقى زيرو، ممكن اضيف بيكسل فاليوز تبقى 1. طب اللي احنا عارفينها سالت اند بيبر نويز. فهتلاقي ان انت ظهر لك كده في حاجة ظهرت فجأة عند نقطة معينة، لان دي الدنيا ماشيه عادي، بيكسلز يعني كلها عاليه او كلها واطيه او واتيفر، وتلاقي نقطه واحده سالت او نقطه واحده بيبر، يا اما تلاقي نقطه قليله جدا او نقطه عاليه جدا نتيجه ان احنا ضفنا في الحته دي امبلس نويز او سالت اند بيبر. طبعا السالت اللي هي ايه؟ اللي بتكون اعلى قيمه، والبيبر اللي بتكون اقل قيمه. طيب قس على ذلك بقى ان في مودلز كتيره زي الريلي والجاما والاكسبوننشال يونيفورم، نويز كتيره يعني، كل واحده فيهم بتتوزع بشكل مختلف. طبعا كل واحده فيهم لها الديستريبيوشن بتاعها او الايكويشن بتاعتها. وهنلاقي طبعا الريلي دي شبه الجاوسيان، والجاما برضو شبه، الاثنين دول شبه بعض، ودي شكل الاكسبوننشال ودي شكل اليونيفورم. طبعا الايكويشنز يعني لحد ما فيها تفاصيل اكتر. طبعا احنا بس we are interested about ايه هي النويز وايه هي انواع النويز مودلز، مش يعني مش هاجي في مره مش متخيله دلوقتي، بس مش متخيله ان انا ممكن اقول لك ضيف نويز ويجيب لك الايمج بتضاف عليها نويز، لان انت تضيف نويز دي بتهيألي حاجه هتبقى كود اكتر، يعني لان انا اضيف بالمعادله دي كده ممكن يبقى تضييع للوقت. طيب عايزين بس نتخيل كده، انا عملت استيميشن باي اوبزرفيشن ازاي، يعني عرفت النويز بالاوبزرفيشن ازاي. فانا افترض ان انا عندي صوره بالمنظر ده اللي هي فيها اسود وفيها رصاصي وفيها ابيض. تمام؟ ارسم لي كده الهيستوجرام بتاعها، هتلاقي حاجه زي كده، حاجه زي كده، حاجه زي كده. اوكي؟ طيب تعالى بقى اضيف على النويز دي، اضيف على الايمج دي جاوسيان نويز وارسم الهيستوجرام، هتلاقيه عامل كده، لانه بيوزع البيكسلز بشكل جاوسي، انا بعشوائي بس ديستريبيوتد ايه بشكل جاوسي. هتلاقي الريلي الاستوريان بقى شكله عامل زي كده، الايرلانج كده. فانا ممكن باي اوبزرفيشن بمجرد النظر كده اشوف الاستوجرام هلاقيه كله بالمنظر ده، يبقى النويز اللي متضافه دي اسمها ايه؟ جاوسي. وابدا اشوف بقى ايه ارجعها ازاي، ان انا اشيل النويز دي ازاي. تمام؟ طبعا دي الاكسبوننشال ودي اليونيفورم ودي الامبلس. هتلاقي ان الناس كل البيكسلز كلها عاديه، ولكن بيبقى في امبلس كده. تمام؟ طيب سوري، هيتلاقي هنا في امبلس ايه فاليوز. طيب عايزه بقى اعمل اشيل النويز دي، فانا عندي نوعين من الفلترز في السبيشال دومين ممكن يشيلوا النويز دي، يا اما المين فلترز او الاوردر ستاتستيك فلتر. طب احنا كنا خدنا ان الميديان فلتر اقدر استخدمه عشان اشيل السالت اند بيبر نويز، وطبعا خدنا الارثماتيك مين فلتر ده ممكن بيعمل افريجنج. فانت لو عرفت ان النويز متضافه بشكل افريجنج، ممكن انت تعمل ارثماتيك مين، هيرجع يعني ايه، هترجع هتخلي النويز نفسها ما تاخدش ويت كبير، وتاخد الافريج فاليو من النويز اللي موجود. يعني النويز اللي اتحطت دي لو كانت نقطه كبيره، فانا هعمل افريجنج، فهاخد النقطه اللي هي الايه الافريج بتاعته، فاللي هي احتمال كبير ما تبقاش نويز. تمام؟ عندي مثلا الماكس فلتر ده، لو انا عندي الايمج بتاعتي منضاف عليها سالت بيبر،
صلت يعني قيمة عالية، أقدر أستخدم المين فلتر. المين فلتر يعني أنا مش هاخد العالي خالص، هاخد النقطة اللي ولو أنت الإيمج بتاعتك متدفع عليها بيبر نويز بتقدر تستخدم الماكس فلتر، يعني أنت مش عايز أقل قيمة خالص، أنت عايز دايما أكبر قيمة. والميد بوينت دي برضو والألفا تريمد فلتر دول في حالة إن أنت لو عايز تتعامل مع يعني ايمج فيها ديفرنت نمبر اوف نويز، مش لازم تبقى سالت بس او بيبر بس، ممكن يبقى سالت اند بيبر وجاوسي. تمام. طيب طبعا المين فلترز دي في انواع كتيره من المين فلترز، الجيومتريك مين والكونتر هارمونيك والهارمونيك فلتر. تمام. فال تمام. عشان اعمل ريستوريشن نجيب بس كده كله تاني، كل حاجه من الاول هنا. عشان اعمل ريستوريشن لازم اعرف الاول اصلا ايه هو الريستوريشن، وبعدين الريستوريشن بيحصل امتى، وساعات مش الريستوريشن يعني ايه اللي بيخليني اعمل ريستوريشن، ان الايمج ديجريدد، وايه اللي بيخلي الايمج تحصل لها ديجريديشن. واحده من المراحل دي يا اثناء ما بنقط الصوره، او اثناء ما انا ببروسس الصوره عملت لها انهانسمنت مثلا بلورنج او ستورج او ترانسميشن. طيب الهدف من الريستوريشن ان انا عايزه احصل على ايمج از كلوز از بوسيبل للاوريجينال ايمج، بعد ما حصل لها ديجريديشن ببقى عايزه اوصل لصوره نسخه قريبه من الايمج. طيب الديجريديشن بيحصل يا اما بضيف نويز يا اما بضيف بلورنج او ارتفاكتس. الجنرال بيحصل ديجراديشن وبعدين بيحصل ريستوريشن، لازم الدنيا تبقى ماشيه كده. الحاجات اللي ممكن تعمل ديجراديشن للايمج يا اما تبقى اديتيف نويز او لينير بلورنج، يا اما بعمل بلس او بضيف او بعمل كونفوليوشن، والكونفوليوشن ده ساعات بيكون البلورنج. طيب فان جنرال ده شكل الديجراديشن موديل، الجي اوف اكس بتساوي الكونفوليوشن زائد الايه انت بتضيف نويز اديتيف. يعني شكل طبعا الديجريديشن موديل في حاله ال فريكوانسي دومين، وده شكل الايمج اللي انا عايزه ارجعها. بعمل الانفرس اوبريشن دي. طيب طبعا الفرق بين الايمج انهانسمنت والايمج ريستوريشن، وده الجزء اللي انا ببقى عايز اشيله بس في حاله السبيشال دومين، بشيل الاديتيف نويز، ما اقدرش اشيل الكونفوليوشن. طيب ان جنرال النويز ما فيش حاجه اسمها نويز ان هي راندوم فاريبل، لا لازم تكون، او انا بعمل اسامبشن دايما وانا شغال ان لازم النويز دي تبقى ديستريبيوتد بشكل معين، متوزعه بشكل معين فين في الايمج او في الفلتر او في الريجون اللي انا شغال فيها. لو انا خدت الاديتيف النوع من انواع النويز، هاخد الاديتيف او المالتيبليكيتيف. الاديتيف دي اللي هي البكسل بتضيف عليها فاليو، كل البكسلز بتضيف عليها فاليو، وهنا المالتيبليكيتيف كل البكسلز بتضيف عليها او بتضربها في راندوم فاريبل. طبعا كل او مش كل دي على حسب، يعني انت ممكن تضيف على كله، ممكن تضيف على يعني تضيف بشكل بتمشي بوجهة نظر معينه او بديستريبيوشن معين. تمام. مش دايما اضيف على كل البكسلز، لا اضيف على البكسلز اللي في النص، او اضيف على البكسل اللي في الاول، او اضيف على البكسل، او تضيفه خلاص يعني تضيف بس، ان انت المهم حاجه ان انت تضيف، فتختار اي واحده عشوائي مثلا. تمام. فدي الشكل اللي هي النويز مودلز. ممكن اضيف النويز ازاي، يا اما نسمي النويز بحاجه اسمها جاوسيان نويز، وبالتالي ان انا بقول ان النويز هضيفها بس بالشكل ده، ان انا مش هبدا احطها في اي حته، مش هحطها بشكل راندم في الفلتر بتاعي او في الريجون بتاعتي، لا احطها دايما بحيث ان انا اشوف المين بكام والستاندرد فيجن بكام بتاع الفلتر بتاع اللي 3 في 3، وابدا اقول ان انا هبدا احطها هنا او هنا او هنا وهكذا حوالين المين حوالين الريجون دي. ممكن طبعا احلها ازاي، ان انا ممكن استخدم اريثماتيك مين، ان انا اخد المين
اقول ان انا في نويز في الحته دي او كده، انا هاخد منين بقى؟ خلاص. طبعا يعني كل اللي احنا بنعمله ده بيبقى تقريب للاوبريشن، ان انا ببقى عايز احاول ارجع للنويز الاصلي او الايمج الاصليه. فطبعا ممكن يكون النقطه اللي هي عند المين هي برضو مضافه على نويز، بس طبعا دي محاولات يعني. طيب هنا طبعا الامبلس والسالت والاشكال دي كلها انواع مختلفه من النويز مودلز، كل واحد فيهم بيوزع النويز جوه الفلتر بشكل معين او بتوزيع معينه. يعني هنعرف ازاي النويز بتاعتي اللي هو الاستيميشن باي اوبزرفيشن. لو انت جيت حسبت الهيستوجرام، لو لقيت الهيستوجرام بتاعك بيدي شكل جاوسيان، يبقى خلاص هي اللي يبقى الايمج اللي اتضافت دي جاوسيان. ادور بقى ازاي اشيل الجاوسيان، وهنا الريلي ادور على طريقه اشيل الريلي، بس انا بقى عارف ان النويز اللي هنا ايه، ريلي او ايرلنج جاما ايرلنج. طيب المين فلترز، دايما المين فلترز بيستخدموا عشان يلغي البلورينج او يلغي النويز اللي هي متضافه بشكل جاوسي. تمام. طبعا البلورينج ده نتيجه الكونفوليوشن، ده مش هنعرف نعمله، لكن احنا لو كنا بنضيف نويز بحيث ان النويز دي متضافه بشكل جاوسي، فاكيد النويز دي هتعمل بلورينج، لان هي هتعمل ديجريديشن للايمج. فممكن استخدم بقى ساعات الارسماتيك مين، ولنفرض مثلا الارسماتيك مين هو المين عامه له فيرجنز كتيره. لو انت سميت المين ده ارسماتيك، يبقى انت قصدك على المين العادي بتاعنا اللي هو السمشن بتاع كل البكسلز على ايه، على جمعها. طبعا الاس اوف اكس دي اللي هي الريجون بتاعت الاس اوف اكس، از ذا سيت اوف كوردينيت ان ذا ريكتانجل سب ايمج ويندو اوف سايز ام اف ان سنترد ات بوينت اكس واي. يعني الريجون اللي عندك اللي هي 3 في 3 بنسميها اس اوف اكس واي. تمام. فانت هتجمع كل البكسلز اللي موجوده في ريجون الاس اكس واي وتقسمها على الايه، على جمع، على جمعها. طبعا في طريقة تانية للمين، هو ان انت بدل ما تجمع هتضرب، تضرب كل الفاليوز وبعدين تعملها تو ذا باور ايه، واحد على المجموع. دي طريقة تانية للمين. بتكون هدف منها ان هي تمنع البلورينج او تمنع النويز الاديتيف بشكل جاوسي. طيب ده طبعا مثال لايمج اصليه، مثال ضفت عليها اديتيف وايت جاوسيان نويز او ضفت عليها جاوسيان نويز. يعني بستخدم الارسماتيك فلتر وبستخدم الجيومتريك مين فلتر. طبعا في انواع كتيره من المين، والفروق طبعا بتكون الى حد ما قريبه ومختلفه، يعني الاختلاف بيكون بسيط يعني. ده الهارمونيك مين ان جنرال. يعني الايكويشنز بتبقى انت بتبقى عايز تعرف هو بيحاول دايما يجيب المين بشكل مختلف. تمام. طيب الهارمونيك مين كويس جدا في الجاوسيان، طبعا كل المين كويس للجاوسيان. وهو هنا كويس للسالت نويز، لان هو تقريبا كل ما بيجي يشتغل بيجيب قيمه صغيره، وبالتالي هو هيشيل سالت نويز. لكن هو بيبقى باد فور بيبر نويز، لان دايما الاف اكس مالها بتبقى منحازه الى الفاليوز الصغيره. تمام. وبالتالي مش هينفع ان انا استخدم البيبر نويز، هجيب ممكن اجيب البيبر اصلا، البيبر اصلا قيمته زيرو. طيب في كونترا هارمونيك، وفي في كونترا هارمونيك مين ده اللي هو ممكن يشتغل البيبر وممكن يشتغل النويز على حسب البارامتر اللي انت بتقعد تعدله في المعادله. تمام. فالمين الكونترا هارمونيك مين ممكن يشتغل في الاثنين، بس على حسب ايه الكيو. لو كانت الكيو اكبر من الزيرو هيشتغل البيبر، ولو كانت الكيو اقل من الزيرو هيبقى بيشيل انسلت نويز. طبعا هو فكره ان انا عندي فلتر يقدر يشيل الاثنين، طبعا دي حاجه كويسه. كان عندي هنا بس اقدر اشيل الجاوسيان في الارثماتيك والجيومتريك، اقدر اشيل الجاوسيان بس، لكن سوري الهارمونيك مين اقدر اشيل الجاوسيان ما اقدرش اشيل السالت. فطبعا دي برضه حاجه كويسه. الكونترا هارمونيك اقدر اشيل البيبر او السالت، ما ينفعش اتنين كانوا تو بوست سيمولتينيسلي، ما اقدرش اعمل الاثنين مع بعض. تمام. فانت هنا بيعمل ايه في الكونترا هارمونيك مين؟ بيعمل سبميشن للجي اوف اكس والجي اوف اس او تي
تو ذا باور كيو تي، وهنا على السمشن اوبجكت اس تو ذا باور كيو. تمام. طيب العيب الوحيد في كونتر هارمونيك مين، ان هو اصلا بيقول لك لازم اعرف النويز بتاعتي بيبر ولا صلت، يعني مش هو بيظبط البارامتر بتاعه. لو الكيو اكبر من الزيرو فهو هيشيل البيبر نويز، ولو انا حطيت الكيو اكبر من الزيرو بس النويز اللي متضافه كانت صلت مشكله. تمام. فانا لازم اعرف النويز اللي عندي اتضافت هي بيبر ولا صلت اللي متضافه اصلا. طيب هنا بقى بيديك مثال للكونترا هارمونيك مين. لو انت عندك دي ضفت هنا ايه ضفت بيبر، اتفقنا طبعا لما يبقى عندك بيبر يبقى الكيو اكبر من الزيرو. طيب لو انت ضفت بيبر واديت كيو اكبر من الزيرو تمام. طب لو جيت هنا عندك الايمج عليها بيبر وضفت وحطيت كيو اقل من، شوف الايمج هيحصل لها ايه. فعشان كده بقول ان الفلتر ده كويس في حاله الايه البيبر، بس لما اكون عارف ان النويز بتاعتي اسمها بيبر خلاص، لان انا ببدا اظبط الدنيا على اساس ان انا عارف. طيب الاوردر ستاتستكس فلترز دي فلترز يعني مش ما بداش اطبق فلتر ما بداش ما بداش اطبق فلتر ولا اوبريشن. انا مش بعمل سميشن لحاجه ولا يعني كان جنرال يعني المين فلترز انت تعمل سميشن وتقسم على الـ على الـ على الجمع او تقسم على عددهم وهكذا. لكن هنا الاوردر ستاتستكس انت بترتب الريجن اللي هو بيبقى مديها لك، تبدا تاخد حاجه، يا اما تاخد الماكسيمم يا اما تاخد المينيمم يا اما تاخد الميديان، ممكن تاخد الميد بوينت، ممكن تاخد نقطه في النص، ممكن تاخد الماكسيمم والمينيمم على الاثنين. يعني في ممكن تعمل اوبريشنز كتيره بس بيعتمد عليها على الاوردر، يعني انت لازم ترتبهم الاول. تمام. طيب في طريقه تانيه يعني للتعامل مع النويز. طيب ده اللي بيحصل، انت بتبقى معاك الايمج بتاخد ريجون، الريجون دي هي دي اللي بتشتغل عليها وتبدا تطبق عليها ستاتستيك بارامتر زي المين او الميديان او المود او المين او الماكس على حسب المطلوب منك. في الاخر بتبدا تاخد اونلي 1 بيكسل هي المينيمم مثلا وتحطها او الماكسيمم وتحطها. تمام. طيب متخيلين طبعا الماكسيمم بيبقى ايه، بيبقى عندك الريجون بتاعتي اللي هي الجي اوف اكس وجي اوف اس وتي، باخد الماكسيمم فاليو فيها زي ما كنت باخد الميديان، برتبهم واخد النقطه اللي في النص هنا هرتبهم واخد اعلى قيمه، وهنا هرتبهم واخد اقل قيمه. ده الماكسيمم وده المينيمم. طبعا الماكسيمم بيحل البيبر نويز والمينيمم بيحل السالت نويز، يعني ريديوسينج السالت نويز والبيبر نويز. طيب في نوع تاني اللي هو الميد بوينت، بدل ما اخد اللي في الاول، اول اللي في الاخر، اول اللي في النص، لا انا اخد اللي في الاول واللي في الاخر واقسمهم على الاثنين، يعني اخد الماكسيمم بلس المينيمم واقسمها على الاثنين. طبعا ده بيكون كويس في حاله الايه الجاوسيان نويز، ان انا يعني انت حاطط لي نويز في النص، طب انا اخد اللي في الاول وفي الاخر واقسمها على الاثنين، يعني انا اصلا ما عرضتش للي في النص، يبقى انا كده حليت مين الجاوسيان نويز، نويز موجوده في النص ما خدتهاش اصلا. طيب في بعد كده الفا تريمد مين مين فلتر. انت بيبقى معاك الفلتر بترتبه، بتاخد اول، خلينا مثلا اقول 10، اول اكبر 10 بتمسحهم خالص، واول 10 بتمسحهم خالص، يعني اقل 10 بيكسلز واكبر 10 بيكسلز بتمسحها، وتشوف اللي اتبقى بتاعك، شوف البيكسلز اللي اتبقت وتقسمها على الاثنين، ويعني تجيب الافرج بتاعها. يبقى السمشن بتاع الجي ار اوف اس او تي على الواحد على الام ماينس دي، مين الدي؟ انت بقول لسه قايل 10 خلاص، فانت تمسح 10 من هنا، هتمسح سوري لو انت الدي بتاعتك ب 20 فتمسح 10 من هنا و10 من هنا خلاص. واللي هيتبقى هتجيب الافرج بتاعه، تعمل سمشن عليه وتقسمه على ايه؟ على عددهم، وعددهم طبعا هيكون ام ان ماينس دي، لان انت مسحت الدي ب 20، فانت معاك 10 هنا و10 هنا، فانت معاك 20، يبقى كلها كانت ام ان، ام ان وشيل منها ال 20 هتبقى ام ان ماينس دي، فانت عملت افرج. فالالفا تريمد مين، يعني بعمل مين، بعمل مين سمشن على الافرج على المجموعه، على المجموعه العدد، بس على مين؟ بعد ما اكون عملت تريم لالفا معينه من الفاليوز. تمام. فديليت دي على الاثنين لوست، وديليت دي على الاثنين هايست، وبعدين بافرج الريميننج، ده الالفا تريمد. تمام.
الالفا تريمد ده كويس في حاله ان الايمج بتاعتك يكون فيها مالتيبل تايبس اوف نويز. لو انت عندك انا اول حاجات واخر حاجات شلتها يبقى انا خلصت من السلت والبيبر، جت الحاجات اللي في النص عملت لها افريج يبقى انا خلصت من الجاوسن. فلو انت معاك سلت وبيبر وجاوسن تقدر تستخدم الالفا تريمد ايه مين فلتر، لكن لو انت عندك جاوسن بس استخدم المين بوينت. طيب بتهيألي واي نوع من انواع المين. اوكي طيب ده بس مثال للميديان. انت بتاخد ريجون، والريجون طبعا دي لو فرضنا ان هي فيها فاليوز بتقعد ترتب الكالرز، تاخد ايه النقطه اللي في النص دي بتريبريزنت البيبر نويز، دول سات نويز، والبيبر اللي في النص هي الميديان. وانا بس بشرح ان هو لو عمل تجاهل لاكبر كم واقل كم يبقى هو عمل تجاهل للسات والبيبر، وبالتالي هو عمل حاجه كويسه يعني. طيب وهو بيعمل كده ليه؟ لانه بيفترض ان نسبه قليله جدا من ان النويز تبقى موجوده فين؟ في الميديا، عشان كده خد الميديا. طيب ده طبعا مثال عند الايمج عملت لها، ضفت عليها سالت اند بيبر نويز، دي متضاف على سالت اند بيبر، عملت لها ميديا طلعت لي كده، دي عملت عليها ميديا تاني طلعت لي كده، عملت عليها ميديا تاني طلعت لي كده، فعملت يعني ستاك او سيت اوف ميديا فلترز. فان جنرال يعني لو انا عملت كتير فاكيد طبعا في الاخر ممكن اعمل بلورنج للصوره، اصلا الصوره ممكن تفاصيلها تروح، لكن انا بعمل ميديان كتير، فيفضل ان انا ما استخدمش كيب ذا نمبر اوف باسز از لو از بوسيبل. ما تقدرش مفضل ما تعملش اتريشنز كتيره من الميديان، لو انت شايف ان هو بيحسن ما تقعدش بقى ايه ما تصدق يعني، لكن اكيد طبعا هياثر هيبوظ في وقت من الاوقات. ده الماكسيمم وده المينيمم فلترنج، بيريموف السالت نويز وده بيريموف البيبر نويز. طيب النوع الثاني او الالفا تريمد، صح هيقولوا بشكل موضح الالفا تريمد اللي هي السميشن اوف جي اوف ار جي ار اوف اس اوف تي على واحد على ام ان ماينس دي. طبعا الام ان اللي هي مجموعهم، والدي اللي هي الحاجه اللي انا شلتها، فيبقى مجموعهم كلهم في الاخر دلوقتي اسمها عباره عن ام ان ماينس دي. ما بقولش بقى السميشن اوف جي ار او جي، بعمل سميشن للجي ار، جي ار اللي هي الايه الريميننج بيكسلز. اوكي بعد ما شلت الدي على الاثنين هايست والدي على الاثنين لوست. طيب دي الستبس بتاع الالفا تريم دي مين. انت بتحط الويندو على السنتر، طبعا دي حاجه معروفه، بتحط الفلتر بتاعك عند السنتر بتاعه، لازم يكون موجود عند البيكسل اوف انترست. بعدين بتبدا تعمل سورت للبيكسلز كلها، وبتديليت الدي على الاثنين لوست والدي على الاثنين هايست. وبعد كده بتحسب ال intensity values of remaining pixels، وبعدين بتعمل divide by the sum اللي هو m n minus d عشان اجيب ال new pixels، وبعدين بربيت ال operation دي على كل ال pixels التانية. طيب واضح طبعا يعني ان ال alpha trimmed بيحل المشاكل اللي هي ال salt وال paper وال gaussian. طيب special بس كده في ال alpha trimmed، ان لو ال deep zero انا دلوقتي بعمل مين؟ لان انا اصلا ما عنديش اهي سمشن اوف ام ان ماينس دي، فانت لو دي عندك 0 ام ام ان يبقى بتعمل سمشن لكل البيكسلز، فانت ما شلتش حاجه اصلا، الدي بزيرو اليمين والشمال ما شلتوش وعملت افريج. طيب فكده يعتبر هيحل الجاوسيان بس، لو الدي بزيرو هيحل الجاوسيان بس، لو الدي بام ان ماينس 1 يبقى انا كده ايه الالفا تريمد اتحولت لميديان، لان انا بشيل كل اللي على اليمين وكل على الشمال وبسيب بس الميديان، يبقى انا بعمل الفا تريمد مش بختار فاليوز وبعمل لها افريج، بختار فاليو واحده بس. تمام ويبقى طبعا واحد على واحد، اللي هي الواحد على ام ان ماينس دي هتبقى عباره عن واحد. طيب ده مثال طبعا. طيب الادابتيف ميديان فلتر ده نوع تاني من الميديان، بس هو ادابتيف. ادابتيف يعني ايه؟ يعني ممكن يحصل وانت بتجيب الميديان، الميديان دي برضه تبقى نويز، يعني ممكن تجيب الميديان والميديان تبقى نويز. يعني مثلا ساعات كده ممكن اقول لك ايه، هات لي الميديان ل 3 في 3 بيكسل فاليو بيكسل يعني او مات او فلتر، و3 في 3 دول لما جيت اكتبهم لقيت مثلا 3 3 يعني 9، فيبقى 0 0 0 0 0 5 6 7 8 مثلا. فايه اللي حاصل؟ النقطه اللي هي ميديان عباره عن صفر وصفر وكل اللي قبل كده صفر، يعني ايه؟ يعني الميديان بتاعي
عبارة عن نويز، فأنا كده النويز خدتها. فهو بس بيبقى ده في الميديان ده، إن هو بيشوف السبيشال كيسز اللي ممكن تحصل في الميديان وبيقعد يحلها. تمام. الادابتيف فلترز دي في منها ادابتيف لوكال نويز ريدكشن فلتر والادابتيف ميديان فلتر. طبعا هناخد الادابتيف ميديان فلتر بس هما الاثنين هدف منهم ايه؟ ان هو بيزد اون ستاتستيكال كاركترز اوف سب ايمج اندر فلتر ويندو، يعني هو بيبدا يرياكت بيزد على الكونتنت اللي جوه الايمج، مش مجرد بروسيجر هو بيعمله خلاص. طيب طيب عشان ابدا اطبق الميديم فلتر، باخد الويندو بتاعتي اللي هي لسه في اكس وواي، وببدا اخطاء اكريت المينيمم، اشوف فين المينيمم فاليو، فين الماكسيمم فاليو، فين الميديان، وطبعا بكون انترست بالبيكسل اللي انا الحاليه اللي هي موجوده في السنتر، وببدا لازم طبعا اعرف الاس ماكس او الوين السايز بتاع الاس اوف اكس. تمام. 3 في 3 ده لو انا جيت قرر كبرته، ممكن مسموح لي اخليه في 5 في 5، طب ممكن اخليه 7 في 7، فلازم يبقى عندي ايه؟ ماكسيمم الاود سايز، لازم يبقى عندي ليميتيشن. طيب بيعمل ايه بقى؟ طيب هو دلوقتي معاه الميديان ومعاه المينيمم، بيبدا يطرح الميديان ناقص المينيمم. طبعا هو لو طرح الميديان ناقص المينيمم، فالمفروض الاجابه القيمه تبقى كام؟ بوزيتيف، لان الميديان ده رقم في النص والمينيمم ده رقم في الاول، فبتطرح مثلا 10 ناقص 0 فيديك 10، فلازم يكون الفرق بينهم بوزيتيف. تمام. طيب والميديان ناقص الماكسيمم، الميديان ناقص الماكسيمم لازم يطلع بالنيجاتيف، لان الماكسيمم ده اكبر قيمه والميديان لازم تبقى قيمه اقل منه. فلو طلع الفرق نيجاتيف، لو طلع الفرق نيجاتيف ده معناه ايه؟ انا بستخدم الكونديشن ده ليه اصلا؟ يوز تيست ويزر للزد ميديان از بارت اوف الاس اند بيبر، يعني عشان لو كان الفرق بين الاثنين دول اكبر من الزيرو، يعني لو هو بيساوي زيرو، يعني السؤال هنا لو الزد ميد بيساوي زد من، هيبقى ايه؟ هيبقى الاثنين دول بيساوي بعض، فالاثنين هيساوي نويز. الزد من ميديان هتبقى نويز، زي ما قلت صفر، لما قلت صفر 5 مرات وبعدين قلت 4 5 6 7 مثلا، فيبقى انت دلوقتي خدت الميديان اللي هو اصلا نويز، صح كده؟ فمش هينفع. فانا بعمل الاستيب دي عشان اشوف الميديان اللي في الاخر اللي انا خدته هل هو اصلا كان نويز ولا لا، سواء كان حتى نويز، ممكن اصلا يبقى عندي 4 2 3 4 5 والقيمه اللي في النص تبقى عباره عن 7 7 7 7 7، يعني مش شرط يبقى هي صفر زي اللي قبلها، ممكن تبقى 7 زي اللي بعدها، يعني ممكن تبقى الميديان ده يبقى سالت نويز او بيبر نويز. طيب فانت بتعمل بس كونديشن زي كده، انت عارف ان الميديان بيتجاب ازاي، بس قبل ما تبدا تقول انا هحط ايه، تبدا تعمل الكونديشن ده، الـ A بتساوي الميديان ناقص المينيمم، والـ A2 بتساوي الميديان ناقص الماكسيمم، ولازم الفرق ده هنا يبقى بوزيتيف، ولازم الفرق هنا يبقى نيجاتيف. لو طلع كده ابدا اروح على ليفل 2، هتشيك على حاجه تانيه. طيب لو ما طلعش كده، لو ما طلعش كده بقى انا متاكد ان ايه؟ متاكد ان الزد ميد زد ميديان اللي موجوده دلوقتي مالها؟ عباره عن نويز، سالت اند بيبر، صح؟ او بيبر يعني. فبعمل ايه؟ بانكريز الويندو سايز، بانكريز الويندو سايز، وانا بانكريز بشوف هل الويندو سايز اقل من الاس ماكس. لو الويندو سايز اقل من الاس ماكس بريد ايه البروسيس دي اللي هي ليفل ايه، ببدا اعمل كونديشن تاني. انا مثلا كنت 3 في 3 كبرتها بقت 5 في 5، ببدا اشوف هل الميديان والمينيمم اللي عندي والميديان ناقص الماكسيمم الايكويشن بتاعتهم بتحقق الكونديشن ده. لو طلع ان الايكويشن اتحققت، ده معناه ان الميديان ماله مش سالت او مش نويز، مش سالت او مش بيبر، يعني لا هو المينيمم ولا هو الماكسيمم، يبقى هو عباره عن ميديان عادي. تمام. فابدا اروح للليفل الثاني عشان اتشيك على حاجه تانية. تمام. عايزه بقى اتشيك ان البيكسل الحاليه اصلا هي اللي مش نويز. تمام. بشوف البي 1 والبي 2 لو زد اكس ماينس المين والزد اكس ماينس الماكسيمم بيحققوا كونديشن، يعني الزد ماكس زد الاكس واي مش مينيمم ولا زد الاكس اوف واي مش ماكسيمم، ده معناه ان الزد اوف اكس مش سالت ولا بيبر، وبالتالي ها اوتبوت الايه ال اوتبوت الزد اوف اكس. لو طلع ان الكونديشن ده ما اتحققش، ها اوتبوت الميديان، يعني مش هقول بقى ان الزد اوف اكس وواي
هي البيبر او هي ماكس. طب لو طلعت بيبر او طلعت ماكس هعمل ايه؟ اختار الميديم. تمام، هي بس يعني ايه ستيبس كده يعني بتبقى عايزه، اللي هو مش اي حاجه تجيلك كميديم تاخدها. ماذا لو كان الميديم ده عباره عن نويز، بنبقى عايزين نحلها. لو طلع ان الميديم عباره عن نويز بكبر الويندو، تمام، لغايه لما هو يبقى اكيد مش ايه مش نويز، ابدا اروح على الليفل التاني وابدا اشوف البكسل الحاليه هل هي كمان نويز ولا لا. لو البكسل الحاليه نويز ببدا ارجع الميديان، لو مش هي نويز برجعها هي. اوكي طيب، ده الادابتيف ميديان. عايزه بس ااكد على حاجه، ان الفلتر اللي هيجي لي في وهنا مثلا بيقول لك ايه الاس اف اكس وواي، دي مش شرط دايما الفلتر اللي جاي لي يبقى بالمنظر ده، شرط الفلتر يبقى كده. شرط الفلتر، انا ممكن يقول لك الفلتر عباره عن كده كده عادي خالص. ممكن يقول لك الفلتر بتاعك اللي هتشتغل فيه في الميديان او الادابتيف فلتر او اي حاجه عباره عن ايه 1 في 3. فايه اللي هيحصل؟ هتخلي السنتر هنا، تخلي الاكس واي هنا، تبدا ترتب بحيث يبقى عندك المينيموم هنا، عندك بيكسل، بيكسل اولانيه، بيكسل الثانيه، والبيكسل الثالثه. تمام، وتحط السنتر هنا، تبدا تشوف مين في البيكسلز دي، دول كلهم المينيموم، ومين من الماكسيمم، ومين الميديان، والزد اوف اكس وواي، وانا هل مسموح لي 1 في 3 ده اكبره يبقى 1 في 5 او اي حاجه. فالمعلومات دي بقعد اعرفها، بس انا بس عايزه اكد ان الفلتر مش لازم يبقى دايما جاي لك 3 في 3، ممكن يبقى 5 في 5، وممكن يبقى الفلتر اصلا حاجه زي كده، ممكن يبقى عباره عن 1 في 3، وممكن حاجه زي كده، ممكن يبقى عندي مش عارفه ارسمها ازاي، بس خليني بس ارسمها كده. وحر، هو عايز ياخد الدياجونال بس، عايز ياخد الدياجونال بس، فممكن الفلتر بتاعك يبقى بالمنظر ده. تمام، ساعتها هتحط الفلتر عند السنتر بتاع او البكسل اللي انا انترست بيها، احط السنتر عندها، وبعدين ابدا اشوف مين في البكسلز دي كلها المينيموم، ومين الماكسيموم، ومين الميديان، ومين الكاس. ولو عايز يغير طبعا، لو عايز يكبر هيضطر ان هو ايه يخرج في الاتجاه ده، يزود يعني، يبقى عنده بكسل كمان هنا. طبعا لو كان 5 في 5 هيبقى يعمل كده عشان يعني يتنفذ البروسيجر. تمام، دي لو انا عايزه اكبر الفلتر. التركه بس ان الفلتر مش شرط يبقى بالمنظر، مش شرط يبقى المنظر ده، ممكن يبقى اي منظر، وانا المفروض افهم منه ان انا اطبق الفلتر عادي. اوكي، ده كان الديستوريشن في السبيشال دومين. عرفنا يعني ايه نويز، عرفنا انواع النويز، عرفنا ايه هي الفلترز اللي ممكن استخدمها عند كل نويز، وعرفنا حاجات جديدة اللي هي ان المين في فيرجنز منه كتيرة، والاوردر، الاوردر ستاتستكس في منه كتير برضو، زي المين والماكس والميديان والالفا تريند مين والادابتيف ميديان. اوكي، وكل واحد فيهم خاص بنويز معينة. والادابتيف ميديان، شوف الميديان شغال لايه، هيبقى شغال لسالت وبيبر، يبقى الادابتيف ميديان برضه شغال لسالت وبيبر، ولكن ان الادابتيف ميديان احسن منه في في الاكيورسي، لان هو دايما بيفترض ان الميديان لو طلع سالت اور بيبر ما بيكونسيدرش الكيس دي، وبيخلي ان الميديان مثلا يا اما اكبر الويندو يا اما اخد ال يا اما اكبر الويندو يا اما اخد الميديان لو ما لقيتش حل يعني. طيب، حاجه تانية من الـ من الادابتيف ميديان او الميديان كان بيعملها والادابتيف عملها، هو ان الهدف من الميديا ان انا اشيل سالت وبيبر. طب لو البيكسل اللي انا فيها والريجن اللي انا فيها حرفيا ما فيهاش سالت ولا بيبر، انا برضه هعمل ميديا. طبعا دي حاجه مشكله، لما اجي اعمل ميديا يبقى انا عملت سموثينج، وانا الهدف مني ان انا اريموف النويز. فالميديا الحياه دي ساعات بيعمل ديستورشن، ديستورشن يعني بيبوظ الصوره في حاله ان لو ما فيش اصلا سالت او بيبر. لكن الادابتيف ميديان ده مش بيعمل كده، ده هو بيشوف، بيبص على الكونتنت اللي جوه. لو الميديان لو صادف ان الميديان طلع نويز الغيه، ما تاخدهوش سواء كان سالت او بيبر. هعمل ايه؟ هبدا ابص على البكسل الحاليه، لو البكسل الحاليه ما كانتش سالت او بيبر
ما انا لازم يعني لو حصل وقع ان البكسل بتاعتي دي كانت سالت او بيبر هكبر الويندو. طب لو ما كانتش سالت او بيبر ابدا اشوف البكسل الحاليه. البكسل الحاليه سالت او بيبر، لو هتاخد الميديان، لو لا هتاخد البكسل العادي. يعني ايه اللي حصل دلوقتي؟ ان انت مش دايما اوتوماتيك بتعمل ميديان، انت ساعات بتاخد الاكس الحاليه. بتاخدها امتى؟ لو مفيش اصلا، لو مفيش داعي ان انت تعمل ميديان. تمام، البكسل لا هي سالت ولا هي بيبر، اعمل ميديان ليه؟ انا هاخدها الايمج العاديه اللي هي دي، اللي هي في الكونديشن ده، ان انا لو البي اكبر من الصفر والبي اقل من اتنين، يعني الايمج البكسل الحاليه دي مالها مش نويز، هعمل ايه؟ هاخد الاكس واي، يعني مش هعمل ميديان اصلا. وده عملت كده ليه؟ لان مفيش داعي، لان لو انا لان عشان يعني ان انا اعمل زد في اكس واي، بل ما عملتش ايه؟ ديستورشن، ما عملتش ميديان وخلاص. لكن لو مش لو الاس اوف اكس دي عباره عن نويز، وسواء كان ماكسيم او مينيمم، خلاص اخد الميديان بقى خلاص. انا كده يعني عايزه الغي السولت اند بيبر. تمام، فالادابتيف ميديان شغال للسولت اند بيبر، وان هو بيحل مشكله الديستورشن اللي ممكن الميديان يعمله، بان هو بيخلي الاوتبوت زد اوف اكس وواي في حاله ان البكسل بتاعتي لا هي سولت ولا هي بيبر. فلا هي سالت ولا هي بيبر، فخلاص اخدها، مش لازم اخد الميديا. تمام، ده الفلترز اللي موجوده حاليا في، او الفلترز اللي موجوده في الريستوريشن في السبيشال تون.